ان نكون يعني ما بين الناس، لان ماشي بوحدي، ما بين الناس اللي شاركوا، وجد محظوظ لان يمكن هذه الامور ما كتكونش بلا كومبيتونس ولا كتكونش بالكفاءه، كتكون حتى بالحظ. الحمد لله ان محظوظ انه نشارك جميع الامور اللي كتكون كتحققها حسنيه تكادير، سواء بطولات مع كلاعب، سواء لي فينال اللي كنا فيهم، سواء كلاعب كتقني كارت فينال ديال السنه الماضيه، ويعني وهذه السنه خاصه هذه السنه هذه صراحة جد سعيد، يمكن أسعد واحد، لأن خاصة كتكون مع الفريق ديالك، كتكون مع الفريق ديالك كتكون أسعد، وهذا كنهديه للعائلة ديالي وكنهديه لجميع الجمهور ديال حسنة تكادير. كنظن على انه دابا خصنا نساو المقابله ديال الربع النهائي ونفكروا في المقابله ديال البطوله الوطنيه اللي مهمه بالنسبه لنا. كنظن على انه جاتنا الخبر اليوم اننا لاعبين نهار الخميس ضد فريق نهضه الزمامره، خصنا نتكونسونطراو على هذه المقابله هذه ونحاولوا يعني نزيدوا في الترتيب ديالنا، اللي صراحه الترتيب اللي حنا فيه دابا ما كنستحقوش. اكيد انه في كاس الاتحاد الافريقي غادي بواحد سلسله نتائج ايجابيه، وفي البطوله الوطنيه ما متوفقينش وارتكبنا بعض الاخطاء، لا حنا كلاعبين ولا الحمد لله غادي نحاولوا نراجعوا الاوراق ديالنا ونصلحوا الاغلاط ديالنا ونزيدوا نطوروا في المستوى ديالنا مع الكوتش الجديد، ونحاولوا نخدموا على هذا الجانب هذا ديال النتائج السلبيه في البطوله الوطنيه.